وسهلة، والسفرة يعني مائدة ومناكل ومنحكي ومنتسير. هاي حضرة أخذها أو سموها زيارة أو جلسة اللي بدكن إياه. وهذا الكتاب لحبوا بعد فيها الفصل شابتر تان وهيك، صحيح كلها خطرة والفطرة خطرة، بس ما فيني ما أحكيهم، رح أقولهم يعني خلاص هن هيك، فرجيكم الصور ومنحكي عليهم. وبعدين رح يكون بكتاب إيد الشباب، وبينزل هالكتاب على موقع مريم نور. مين عندكم ما زالوا محطوط بإيدي، يعني بيوصل على إيدكم بتطبعوا وبتقروا. هلأ بدي أحكي فيس، الوجه والرأس. Your face never lies، من وجهكم من سمائهم تعرفونه. أكيد في أشياء كثيرة ما رح أقولها لأنه المستشفيات وهيك كلها بتخطر بتخسر كثير وهيك، بس رح فرجيكم صورة عن العين. ليش البصمة راحت وهلا بقى تروح العدسة؟ ليه عم بغيروا العدسة؟ ما تغيروها اللانسز أبدا. شوفوا مثل الشجرة هيدي لحية، هو الريتنا وهو دي فيسز شرايين، هيدا الأوبتيك نيرف. هاي شو عم بيعملوا هلا؟ نعم بدهم يضربوا العين. لما بيضربوا العين شو بصير؟ عندنا أمراض كثيرة. ما بعرف ليش عندي بلورينج، ما عم بقشع. طيب بحط عوينات بس ما أدري شو عم بيصير. دخلك شوفي لي هون، شوفي ليش طلع لي ورمي هون وحدي هون. ما رح لكم شو هني، بس انتو يعني انه ضروري تروحوا بخي بالبيت وكلوا بالبيت، ومواد حيوانية كلها شيلوها حتى القلبين والأجبين. مرة وكان صرت اطلع على التلفزيون كل يوم وشايف هالوجه، قلت له بس هادي البقر عندك مريضة من جلدها معروف. قال لي هي للبيع. قال عم بفسر لي نحن ما بناكل من هي، نحن بناكل بس من هوديك البقرات، هوديك البقرات ما منطعميهم من هيدا الاكل، هوني بيرعوا كل شيء بس للبيع من بي. قلت له بشكر جهلك وبشكر صدقك، وراح اقولها على التلفزيون. هلا شوفوا راح اعملها بعيوني وتشوفوها. عيون في منون؟ غربت الملك فيصل وكندي، عيون يونغ هو بيقتل بجرايم كتير، هودي لتكن مشيئتك. وفيصل بن عبد العزيز عريف اجته الاشاره، اهلا وسهلا. شو فيك تعمل؟ بتلاقي العين هيك، العين هيك. هلا بالصلاة الفطرة الإسلامية الأربع زوايا بجسمي كلها توحدت لتكن مشيئتك، المسيح لتكن مشيئتك، ولكن قبل لتكن مشيئتك في استفتي قلبك ولو أفتوك. أنت لك دور، أنت لك خيار، والاختبار سبق التعبير. اختبر انت، وفسر الماء بعد الجهد بالماء. هلا ما بعرف ليش صغار وكبار عم بيصير عندهم طرش، واكثر شيء اللي بقرا لكم وبتشوفوا هيك بيقول لي انا ما بسمع بدانتي. ست سنين انا ما بسمع بدانتي، بس بسمعي شو بتقولي. ما بتقوليهم كلمات، بتقوليهم غنانة، بتغنيهم. يا حبيب قلبي نعم هاي بدي أقولها، يعني أكثر الأمراض عم تجينا من شاشات التلفزيون. قد ما فيكم سكروا، ويلي قاعدين على الشاشة، ويلي عايشين ولابسين وهيك وهيك، كلهم عاملين عملية تجميل وتحميل وشفط ونفط ولافط كل هو، عدا عن الأكل والدخان وكل شيء. كل من عليها فان. Global madness, global suicide. Be aware of who you are. عتعرف على نفسك أنا مين،
بصير تعرف غيرك كمان. وخاطبوا الناس على قدر عقولهم. شكرا، السلام عليكم. شكرا، السلام عليكم. وقال لي قولي السلام علينا. قلت له السلام علينا. وفي واحد قال لي قولي له لا، موسيقى بحطها عمو عدنان، وراح يحطها عمو عدنان بس يعمل برنامج جديد واستوديو جديد. اللي ما فيني نام الا بس اسمع هيدي الموسيقى، وامي بتضربني، غيروا الموسيقى. تعود عليها، بينام بس الصبح بسمع الموسيقى بسمع البرنامج وبينام. معك حق، عملت شيبينج لقاله حبه كتير وبده اياها 24 ساعة. رح نبلش نحط كل شهر شهرين الشباب يغيروا الموسيقى، وعندهم أجمل موسيقى الشباب رح تسمعوها كلها. ويلي حاطت هالموسيقى كيتارو وغيره. هلا شوفوا ليش ما عم فينا نسمع؟ حديني هيك مرة. أنا ما أعرف كيف يعني بدي أعمله. حطيت الشمعة إير كاندل، حطه هدين تيتا تيري حاطت عدسة. يعني ما بتخطر ببالك رح يعمل هيك لو عمره 3 سنين. حطيت هاي الشفط والعدسة مفرخة نبتة. حبيب قلبي حبيب قلبي كيف. هلأ انتبهوا، خليها الماما ما بعرف إذا فيكن تشوفوا بهالدينة هون في نقطة بحطوا فيها زيت العود. انتو هون هالنقطة بالدينة اللي برا بتشبه الرحم بتشبه الكلى، فيها أسرار كتيرة. هون نص الدينة، هون اخرها جوا 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 جوا. هلأ وقت اللي بتفوت الدينة لجوا جوا جوا فاتت على كل الجسم، بتلاقي انتو عم تنتبهي له على دينتو. بصير بده يفتح تحته، بده يعمل بيبي كاكا، بصير بده يلعب بالزيزي تبعه وهيك كل شيء. ما تضربيه ما تضربيه، حركتي له جسده كله، اتركيه هو يحك. هلا هيدي الدينه رح احكي عن اسني. انتبهوا بلبنان رح اقوله برنار هاشم هو الطبيب. في واحد 150,000 دولار أخذ مني تيسوي لي سنيني، عملهم ب10,000 دولار. برنار هاشم وصادق أكثر من يديك الأرمني اللي بيعلم بالجامعة. يعني كل اللي سرقوني جيت من أمريكا، المال متوفر وكل شيء، بس السبب فيي أنا. هلأ سكرت الباب وقت أحمل جزئين، ما معي مصاري، بياخذني الشباب بوصلوني على البيت أو بجيبوا لي تاكسي، ما في، خلصنا. بدي أعيش بجامعة فري ليفينج، فري ريتريت، وما في أميل. بتزرع بتفلح بتاكل، مقايضة، لأنه المال هو الشيطان وكلنا عم نعيش. مال قيصر لقيصر ومال لله لله. ما لقيت نعملها بأمة العرب كلاني مفكر يعملها بالأردن، وإلا شرق غرب موجودين. وكلهم حتى الدليلا ما عاش عندي فترة إنه عندك ثروة كتير كبيرة يا مريم، قلت له كل كتبة عربي إنجليزي لألك، كتبة بالعربي قاعدين بآخر فانكوفر فوق بأعلى الجبال. وين ما كان ما حدا يبيع كتاب لمريم نور أبدا، عم بيبيعوا كتبك ما تصدقوا، كلهم صدقة على بيت الله ومريم نور. هلأ ليكوا هالدرس، ما تصدقوا تروحوا حطوا هولدا كلارك كيف عم بيحطوا ألمنيوم، عم بيحطوا ميركوري زي بقوا هيك. أكثر أطباء أسنان هن اللي عملوا كرسي التعذيب وبيموتوا بالسرطان. قال في وحدة راحت عند الطبيب أسنان، قالت له الخليفة ولا وجع أسنان؟ قال لها قولي شو بدك تعرف كيف بدي ظبط الكرسي. هلأ شوفوا هالسنان 4 أنياب، هودي حليب الأم و20 مطحنة، هوديك إنساسف تكدش، خضرة، فواكه، حنطة، ترجع. هودي كلهم ايمتى بيطلعوا؟ 6 سنين، 7، 9 لل11، 17 لل21. هودي اللي بياكلوا الاكل يلي فيهم فايبر، حنطه، فيهم قش، فيهم ليفه. بالاول حليب الام، وبعدين خضره وخضره وانيمال فود، شقفه جبنه هيك الماما بتكون عندها المعزيه او شيء هيك، او اذا بدهم
قليل من اللحمة تشارك فيها، والأفضل لا، كله قد ما فيكم برغل مثل هيدي الإتش، زيدوا البرغل بالتبولة قد ما فيكم، لأنه إذا ما فيها برغل ما في مكنسة. حطوا مكنسة بجسمكم، حطوا خضرة، حطوا هودي. ما فيني إلكم، يا ريت كلكم فيكم تدقون من كفر زبيان، يعني يلي عنده بيت من عنكبوت وفيها شجرة، كانت بيوتنا كلنا بالضيعة في عريشة على السطح وفي عريشة على المصدة. يغفى بي على المصدة أو الضيف اللي عنا، أمي ما تغطي، لأن إذا غطته بيوعى. اتركوه ينام، يقطف عنقود عنا بياكلوا الحمد لله. بيروح بجيب شوية قمح بتشوي أمي بياكلوا. أم قليبانة، كلنا بناكل أم قليبانة، يعني بس بلبنان، برا ما بعرف، بمكسيكو وبأمريكا، بس شافوني هيك كيف تاكلوا هيك. ما زال كنت بأمريكا بهيوستن في أكيدني يعني دنيا اسمها التركي، اجوا بدهم ياخذوني على المستشفى، قال لي خي انقبري كلي بالليل اقطفيهم، هون كلنا نحن بنقطف بالليل أكيدني، لأنه هيلا العصافير. وبس بدنا ناكل بسموها شمسية الأولاد، بامة ما تقبعوا لراسها، ما تقولوا له الدرة كمان قد ما فيكم الشعر كلهم هيك، وبعدين بس تاكلوا عرنوس الدرة اتركوا. وين بيوجعك يا ماما؟ هون ظهري عم يوجعني كثير يا ماما هون. خلي هالعرنوس الدرة يلي انت أكلته من ريقك الماما، فركي فركي عرنوس الدرة، الدرة العرنوس بيشبه هيك. كلكم عملوا هيك، كثير قليل منكم، كل جسمي عمري 80 سنة بقدر احط اجري هون هيك تعمل. الطفل بحطها، هيدي اليوغا الحقيقية، كل واحد بس شيلوا المواد الحيوانية كلها، ما رح ارضى عنك ابدا، مثل ما بيقولوا لعنة الله والرسول، نعم لأنه بحبنا، الله بيلعن لأنه من محبته، مثل الأم المظلوم عم تشتري لحم ميت لإنسان جثة هون بلبنان، حطوا مان ميت فلاش ميت، والمستشفى بتبيع الجتات الكيلو بستين دولار، أنت بتبيعه من عند فلان، قال لي اسمح حدا عارف غيرك. انتبهوا على شعركم، خلص صار ابيض ابيض اتركوا، ما تصبغ هون بس ابيض وهون هيك انه انت كلاس وعلى مود، حطوا كلمه هير باور جماعه الصيغ اشطر شيء فيها، حطوا ميركولا، ميركولا ما عم بيسكت ابدا، عم بيجربوا يقتلوه، ما فيكم تقتلوه، في علماء كثير شرق غرب، حتى في منهم واحد اثنين بامه العرب موجودين وعم بيحكوا، ما بقى يسكتوا. كروس سكشن اوف هيومن هير، انتبهوا تحت كل شعرة، هلا وقت بتقص ضفيرك ما بتحس فيهم، وقت بتقص شعرك ما بتحس فيهم، هيك الغضب خليه يطلع منا بدون ما نحس، مش انا حقدي عليك لانك انت واحد سيم حوافره بسبب سرق وبسبب قتل لي ولادي وبسبب عمل الحرب وبسبب هيك، سامحني سامحني سامحني. هلا قد ما فينا ليك كله هالغده اللي بالشعره ويلي هون ويلي هون، وقت اللي بتصبغه وقت بتحطه من هيدي الاشياء بتشترون عم بتتكسر بطرفها كلها وعم تنشف، وعم بصير في عندكم داندروف، هي اللي بيهر من الشعر، بتعمل هيك. شو اسمه هي؟ بيبقى ابيض هيك بينزل بالشعر، قشره. انتبهوا كثير في قشر، بتعملوا هيك بيطلع قشر. وقفوا الألبان الأشبال المواد الحيوانية كلها وبتروح. هلا natural pregnancy child birth and child care، تحبل حمل طبيعي وترضعي وتهتمي بالأطفال، هيدي ممنوعة تنحكى أبدا، ورح أنا أحكيها منا من الكتاب وبالكتاب،
كيف انت وياه تنقي الوقت، القمر، الشمس، البدر، النجوم، الكوكب، الايام اللي بتحبلي فيهم، وانت ادعيه لتكن مشيئتك. ما تقولي صبي بنت، بس تعطيني يكون خادم الحرمين، مسيح اخر مستنير، نكون انا بالخدمه لعمر ال 14 سنه، من ال 14 لل 21 اخوي بالطريق. خلص بحب يكون من الضالين ناطرتك. وبعدين بتختاري الأخوة يلي مثل ما قال محمد، مين أخوتك اللي حبوني وما شافوني؟ كل الوقت فيكي أنت. نعم نعم كلها، تاني شهر، أول شهر الحبل، تاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، 280 يوم. شو أنواع الأكل اللي بتاكليهم؟ مين بتزوري؟ ما تروحي لعناس هيك سحر وشعوذة وصرصرة وكركرة، بيزعل كتير. ما هلا انت حاملة أمانة هون، ما تفكري انه هيدا ما بيفهم، بيفهم كثير، هو اللي عم بيربيكي، هو اللي بيعرف ايمتى بيشوف نقطة نور وتيك بده يطلع ناطر. وهالطفل لما بيجي ضلي انت اسمعي له، لو سكوته، حركاته بتطلع ورا المراية، بتطلع هيك، بيعمل هيك، عم بيحكي مع حدا، نعم مثل ادجار كيسي، عنده مجرات تانية عم بيتواصل هو وياهم. تركي يتواصل، هلا الاولاد اللي اسمهم انديجوز عم بيتواصلوا بمجرات كثيره، ما في لزوم، ده صرفنا كم من المليارات، ترى احنا شفنا مين عمل هيك بالقمر؟ قالوا له واحد مسلم عربي شق القمر باصبعه. حطيت كل هالمليارات شفت وطلع السعودي، ولو ما انا وانتم ومرتك انا ساعدتكم. طبختكم لكم كلكم، راح وين الابله؟ قال اينما توليتم فثم وجه الله. شوف وين ما في الله حط لي اجري، قال له شافه بالمسجد، ليش اجرك بالقبل؟ لا اعمى. قال له شوف وين ما في الله حط لي اجري. يا حبيب قلبي شو هالرحمه، دخيلكم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. سكرت انا فيها، وسعت كل شيء، منا ايقونه، هودي كله ايقونه، مثل الاطفال عندهم البراءه وعندهم الجهل، بس هالجهل في براءه إن لم تعودوا كالأطفال. تعرف على الحكمة، تعرف على العلم، تعرف على الأبعاد، أسرى بعبده، اخترق بلا ما تحترق، تعرف على الدنيا، هيدي أمك، فوق الأرض وتحت الأرض، وبعدين لتكن مشيئتك، ناصيتي بيديك. نعم انتبهي، أول 7 أيام 21، بعدين 63، 189، 280 يوم. ما في يوم مثل التاني، ما في لحظة مثل التانية، ما في مي مثل التانية، ما في طعام، لأنه هالطفل هالجنين عم بيكبر عم بيكبر عم بيكبر عم بيكبر عم بيكبر جوا، وأنت عم تتغيري مثل النهر عم ينهر. كل لحظة بنبقى ناطرينه ناطرينه ناطرينه. يا حبيب قلبي بده يخلق مسيح بهالضيعة، هلا بده يجي محمد، هلا بده يجي بودا، هلا كريشنا، إيه محمد، إيه بودا، إيه كريشنا. انتبهوا، الحفاضات للأطفال هلا، والأكل والمستشفى شو بيطعميكم، ما تفوتي على المستشفى. وين حبلتي؟ على الفرشة، خلفي على الفرشة. نعم وقت الحمل بيبقى فيه نزيف، وانتبهي أوقات في إجهاض، بيجي ولد 5 6 شهور، هيدا مش ولادة طبيعية أبدا، حتى لو بالسبعة، 7 ونص، انتبهي بيكون في شي نقص. اللي عم بتصير الولادات بالمستشفى كلها الأطباء مشفرة حتى تولد هالولادة الاصطناعية، إن كان أيصرية أو غيرها، تيضل الولد مريض ويموت موت طبيعي. وهلأ أخذوا قرار أكثر من 40 سنة، 45 ما نعيش بأمريكا، شو بدها تقعد تدفع علينا؟ 45 كتير منيح، بينما 250، 300، 400 حطوا المايا بدها بيعيشوا. كل المستشفيات الولادة منا طبيعية، انتبهوا. يعني إذا جبت توم بالضيعة واحد أو اثنين جيب توم، هلأ اللي عم بتجيب 10 11 ولد، هيدي منا طبيعي، مثل ما عم بيعملوا جينيتيكلي موديفايد للأكل، كمان عم بيهجنوا حتى اللي يجيبوا ولادي كتير وبيشبه بعضهم كلهم، وكل واحد نص كيلو نص كيلو 11 ولد، وهي كلهم بيساعدوها ماديا وهيك. شوفوا بأمريكا 11 ولد خلفي. نعم نيو بورن بيبيز ما الطعمي ابدا، شيلوا التطعيم والحليب الاصطناعي كله شيلوه، لانه رح فرجيكم بالصوره البروتيين كلها تبع الانسان غير الحيوان، المي اللي انت بتشربي غير المي اللي بيشربوا الحيوان، كلها لحم. هيدا انت 1 على 7، هني 1 على 5، 5 elements بالحيوان.
بينما نحن طاقة صعود الصلوات الخمسة هني بالدنيا. فإذا هيدا الحليب مش لهي، نحن ما نأخذ برضاعة مع البقرة، شيء اسمه لاكتوز انتولرنس، ما فيني اتحمل حليبها. أنا ما فيني ردع، قال لي الطبيب إنه من صدري مش منيح، الحليب عندي مش منيح تردع، خلي للشغل. فإذا خبرتكم وحدة كنت أنا قاعدة بقهوة بساسين وعم تحكي إنه جوزها ما بده إياها تكبره وهيك بده إياها تكبره. قلت أنا وين قاعدة؟ قلت لها كبري معمل وصغري معمل وشغلي المعملين، يعني آخ فود. هلا الأكل طفل ببطنك وبعدين بس يطلع وشو لازم ياكل، وانت اللي بتحددي بعلمك وبفهمك اذا بيعيش فوق المية اصغر او اقل. من وراك انت، الرجال بينعرف من ورا مرته، من الغسيل كيف تنشر بنعرف، الاناء ينضح بما فيه. هلا ما في ام، الجنه تحت اقدام الامهات الصالحات. كل سنيننا انتبهوا 28 مولرز وكذا، 28 درس، 32 مع 32. اكثر المطاحن اللي بتمنا كلنا منزوعه، ما بقى فينا عم نطحن اكل. فاذا نستخدم حتى لو الكبايه مكسره استخدمها، شو ما كانت صحتك ارجع بلش بالاكل السليم وتشوف كيف بترجع خلال 6-7 شهور. كلنا ما تروح تاخذ اي نوع من الادويه او التطعيم، اذا عندك ابو كعاب، اذا عندك حصبه، اذا عندك الميزلز، كلهم ما تتطعموا. بقول لك ابو فعور دخيلك، ري كتاب من كتب كمال جنبلاط وحاس تتطعم وتعطوا هالادويه. الطفل هو طالع من المستشفى، ما دام بس سير بالسياره، مش هلا بس سير بالسياره، افتحي هي حطي له بلسانه بمنطوه جوا، وهيك انت بدك تكوني تمضي مسؤوله عن الاطفال، وهيك مثل ما بمضيها تعمل له عمليه صغر لها مش ينفش فط ونفط ولفط واكثريتهم عم بيموتوا. نعم. هلا حقيقة ما عندك حليب وما عندك هيك، شو فيكي تعملي؟ انت اعملي حليب من الرز، لحوب الكتاب اسمه كوكو، اعملي حليب للرز براون رايس كريم، اعملي انت كمان في سمك اسمه شبوط، هو سمك نهري كارب، وفي فجل ابيض، وفي باذنجان، باذنجانه سوداء حرقيها هي شوية مع ملح، لحو مكتوب هون ما بقدر أقوله لأنه هودي أدوية حطتهم، أنت فيك تعمليهم بالبيت. زنجبيل، ملح السمسم، كلها هي موجودة، الكتاب رح يكون بإيدكم. قال لي ما تحكيهم مريم بتسكر المستشفيات كلها، و هي بدي أقولها لأن 99% بتشيل الوجع بسرعة، اسمه شاي. بقولها بيقول لي ايه وليا هيدا رفيع، هو عم بيقول شاي السكر بموت، شاي الحليب بموت، شاي الملح الامام علي قال. جيبوا كتاب الامام علي دخيلكم، هيدا من حقكم، يعني امريكا بتمنعكم؟ نعم. ميه الملح شو ما كان المرض، غسل الطفل فيه بترديه لجوا ميه الملح. زيت السمسم كلكم فيكم تحطوه ببيتنا، كبس على البارد، زيت زيتون، زيت السمسم. نعم. جيبوا خشخاش، سامع الخشخاش؟ كل بيت خشخاش، إذا فيك تجيب لي نبتة تنقدر نفرجيها للناس. بدومك كل بيت فيها. بيطلع على المقابر وبيطلع لهم. رح أقرأ لكم إياهم. خشخاش وزيزفون، تم شغلة ثلاثة أربعة بتحطوهم. بقرأ لكم اياه. صفصاف بتعرفها؟ وزيزفون وخشخاش، اعملي منهم مخده، يباسوا اعملي مخده بينام. وفي غيرها اشياء كثيره، مش انا ما عندي هي، عندك هي، ما عندك هي، ما عندك خي، عندك ابن عم، عندك هيك، عندك جار، عندك نفسك. لكل داء دواء، كل سؤال له جواب، والجواب لحوه بالقلب. السائل هو المسؤول. هلا لحي الكلمه، ما حدا في شيء، لا كلنا عندنا هالمرض، بكلنا، كل جسد، خاصه بهالايام. يا دي ليش عم بصير؟ ليش السيارات
صفحة ونص ما رح استرجي أقوله، بس بيقول لك كل الأرترايتس بتروح خلال 21 يوم. أهم الأمراض بتروح، الأرترايتس بتروح بثلاث أيام. في طريقة تعملها طواف مواد الحيوانية كلها والفواكه. شو بتاكل هالقد؟ قمح أو شعير أو رز، بس بدي غير من هون لهون، من الفكر الكافر الماكر إلى أهل الذكر، على منابر من نور هلأ برؤيا يوحنا. دخيلكن اقروه، آخر رؤيا يوحنا وصورة المائدة بيبكي قلبكن. سيأتي زمان الوحش في الأمة العربية، هذا هو الزمان، ومين بيقدر يحييها؟ الإنسان. وين هو هالإنسان؟